هنا الغوطة ومن قلب الحصار، سنكون معكم على مدار أسبوع كامل في كل صغيرة وكبيرة، ابتداء من احتكار التجار وصولا إلى الاعتصامات والمظاهرات، مرورا بالظروف الطبية والمعيشية الصعبة. ورغم كل ما سبق، ما زال أهالي الغوطة يرفعون أصواتهم مطالبين بحقوقهم أعلى بكثير من جيرانهم في العاصمة دمشق التي ترزح تحت حكم الأسد والمخابرات الإيرانية. في حلقة اليوم سنكون مع الاعتصام المفتوح لأمهات الموقوفين في سجون جيش الإسلام، وكيف كان رد قادة الجيش على مطالبات الأهالي، وهل القضاء الموحد منفصل حقا عن ضغوطات الفصائل العسكرية؟ وفي المحور الثاني، بيت بمئة مليون ليرة سورية في أغلى مناطق العاصمة دمشق يسرق على عينك يا تاجر وتنقل ملكيته، وحقوقيون يردون، هذا ما شرعه الأسد بخطابه أمس. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار، حيث ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصطفى بدر الدين القيادي في حزب الله والمتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يقاتل الآن مع عناصر الحزب في الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة التابعة لميليشيا حزب الله في عددها الصادر اليوم أن لبدر الدين دورا قياديا في ميليشيا حزب الله التي تقاتل إلى جانب جيش الأسد في أكثر من منطقة داخل سوريا، مؤكدة أن له نشاطات أخرى وصلت إلى قيادته أعمالا أمنية لمراقبة الثوار وتنفيذ عمليات اغتيال بحسب ما ذكرته الصحيفة المقربة من الحزب. اعتبر رئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون أن مشاركة ميليشيا حزب الله بالقتال إلى جانب قوات النظام في سوريا هي دفاع عن النفس وعن لبنان، وادعى الحليف المسيحي الأبرز لحزب الله خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية أن هناك 150 دولة أرسلت وترسل مقاتلين من التكفيريين، فلا ضير بأن يكون هناك حزب من لبنان يقاتل إلى جانب السوريين ويدافع عن الناس، المهم أن حزب الله ليس تكفيريا. أكد مصدر مقرب من وزارة التربية التركية أن الوزارة ستمنح الشهادة الثانوية للطلاب السوريين الذين نجحوا في الامتحان المعياري، وستكون هذه الشهادة موازية للشهادة التركية ومعترف بها في جميع الجامعات التركية والدولية. ولفت المصدر إلى أن الوزارة تدرس احتمال منح الطلاب السوريين المتفوقين الذين لم يتقدموا للامتحان المعياري فرصة لتعديل شهادتهم. ولد في معضمية الشامبري في دمشق 3 توائم رغم نقص المواد الطبية والحصار المفروض على المدينة من قبل قوات النظام. مشفى الغوطة التخصصي الذي أشرف على عملية الولادة ذكر أن التوائم ووالدتهم بحالة جيدة، إلا أنهم بحاجة للغذاء. وقد وصف الأهالي والممرضين الحدث بالتاريخي لما يمرون به من أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تمكن قراصنة الثورة السورية من اختراق الجهاز الخاص بصاحب استوديو تصوير يوالي بشار الأسد في قلب العاصمة دمشق، يقوم باستخدام كاميرات مخفية لتصوير الفتيات وهن عاريات داخل غرفة تبديل الملابس في الاستوديو، حيث لم يقتصر عمله فقط على التقاط الصورة والمقاطع المصورة خلسة، وإنما ابتزاز الفتيات فيما بعد وتهديدهم بنشر الصور. صور أحد السوريين لحظة وصوله مع مجموعة من المهاجرين السوريين إلى جزيرة كوز اليونانية بعد أن أبحروا عبر مركب مطاطي من مدينة أزمير التركية. هاي وصلنا الجزيرة اليونانية الحمد لله. ألف خير. السلام عليكم. الحمد لله وصلنا بخير وما تعذبنا. كانت رحلتنا ولا اسهل من هيك، لا طلع لنا شرطه ولا طلع لنا حدا، وهي صيادين السمك لانه رافقونا الطريق اعطيناهم البلم، هديه مننا لهم. هنا سوريا مستمر ولكن بعد لحظات.